شكرا محمد ممريك المري. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. تحية مسائية من هنا من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بالشحالية في هذا المحلي الخامس. أرحب بكل المتابعين أجمل وأطيب التحايا في هذه الأمسية الخاصة بسن اللقاية، هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة في هذه الانطلاقات الموفقة إن شاء الله. اليوم هو يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، وهذا النقل الحي المباشر لانطلاقات ميدان الشحانية في هذا الأسبوع. على بركة الله ننطلق بعد ان نهني هجن الشحانية على انتزاع وتحقيق طرب لاول الاشواط الرئيسية، حاضرة مع شبل المضمرين بالشعار الادعم الكبير، محققة وفائزة باول الاشواط الرئيسية. شوط رئيسي اخر انطلق قبل لحظات، شوط لا يقل اهمية عن شوط طرب، شوط خاص بال القعدان، والبداية مع هذا الشعار، شعار أم الزبار، ينطلق مع جراح على المركز الأول لهجن أم الزبار مع المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري على المركز الأول. يرافق هذا الاسم الكبير اسم جراح على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط، يليه بالمركز الثاني باهر على المركز الثاني ايضا بشعار ام الزبار، وبمتابعة الوحش مبارك بن صرير المري على المركز الثاني. المركز الثالث لاحظ، وصل لاحظ على المركز الثالث لهجن ام الزبار مع بن زاهر حمد بن سالم بن حمد بن زاهر المري مع ثالث المراكز رابعها. هنا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني مع عون على المركز الرابع، وبمتابعة حسين بن سفران المركز الخامس مكرر على المركز الخامس، يخطف المركز الرابع وعينه على الصدارة قادما بكل قوة بشعار ام الزبار. عندك يا سالم سعد بن سالم الهول النعيمي في المتابعة والتضمير سادسا، منعوت مرحبا بمنعوت، مرحبا بالشعار الادعم، مرحبا باسم منعوت لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية حلوة المنافسة. يا سلام، الان بدا الصراع. بن سلامه يقود الركب، يقود الاسماء في هذه اللحظات مع جراح. اسم جميل هذا الاسم، شعار اجمل، شعار مؤسسه رائده في عالم سباقات الهجن، مؤسسه ام الزبار، احد المؤسسات الداعمه لهذه السلالات القويه والعنيفه في هذا العالم الساحر. هذا جراح من انتاج ام الزبار بمتابعة المحنك الشاب عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، يطمح بخطف ناموس هذا الشوط، لكن النعيمي قادم. هذا ايضا من الشباب المميزين في عالم التضمير. هنا سعد بن سالم الهول النعيمي احد الاسماء الرابحة الناجحة في عمليات التضمير، هنا مع مكرر على المركز الثاني اسم خطير بشعار ام الزبار. المركز الثالث هنا مع المركز الثالث، لاحظ على المركز الثالث لهجن ام الزبار بمتابعة المضمر بن زارة في عملية التضمير. يتابع هذا الاسم الكبير بهذا الشكل الغير، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، شكله غير اللي بالمركز الثالث، شكله غير. ومن الانتاج انتاج ذرب تحديدا المركز الرابع، المركز الرابع منعوت.
يترقب هذا المشاغب. موقع جميل جدا، موقع جميل جدا، يترقب الموقف بهذا الانطلاق الموفق للشعار الادعم في هذا الموسم الموفق ان شاء الله 2022. نوعيات غير المركز الخامس. هلا بمذهل، هلا بمذهل، مرحبا بمذهل، مذهل الشحانية، شبل المضمرين يقدم مذهل. قدم طرف في الشوط الرئيسي وقادما قادما قادما بكل قوة عين على المركز الاول. وصلك يا بن سلامة، وصل جابر بن سالم بن فاران شبل المضمرين قادما هنا في هذه اللحظات. الموقع وين يا شباب؟ لوحة الاعلان، لوحة الاعلان. بدأنا بالهبوط التدريجي بعون الله الى خط النهاية، نحن نتجه جنوبا الى خط النهاية. وبن سلامة يقود الاسماء، احد الشباب المميزين عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، اطلقنا عليه اسم المحنك. روح ايها المحنك، روح ايها المحنك الى الشوط الرئيسي الاول. الله، الشوط الرئيسي، النعيمي، وصل النعيمي، سعد بن سالم روح، عطى شوي، حرك الحديدة، روح يا سلام. مكرر مكرر، مذهل الشحانية، مذهل الشحانية، وصل الكبار، وصل الكبار. الله، مذهل، قلت لكم رحبت بمذهل. مرحبا مرحبا مرحبا، اداء غير، اسمه مذهل واداء مذهل. يا حافظ خلاص، يا جابر خلاص، ما يحتاج، خلى على كيفه، خلى على كيفه. جود افترنون للادعم. مساء الخير، مساء الخير للشحانية، مساء الخير. جابر بن سالم بن فاران قدم طرب وقدم مذهل في الاشواط الرئيسية الاولى. تهانينا، تهانينا لعشاق الادعم على تقديم النوعيات الفريدة، النوعيات الخاصة في هذه الامسية. طرب ومذهل بطلان الاشواط الرئيسية المفتوحة. المركز الثاني، المركز الثاني مكرر لهجنم الزبار بقيادة سعد بن سالم الهول النعيمي. المركز الثالث، المركز الثالث منصف لهجنم الزبار عند محمد بن مخيت بن برقان. المركز الرابع، المركز الرابع جراح لهجنم الزبار عند عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. خامسا، كم رقمه؟ المركز الخامس المحور لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذا مذهل، هذا بطل الشوط الرئيسي الاول، كان قادما بكل قوة محققا فائزا في الشوط الرئيسي الاول الخاص بالقعدان. 7 دقائق 32 ثانية، 88 جزء من الثانية، وتوقيت مذهل بالشعار الأدعم الكبير وبقيادة مضمر طرب جابر بن سالم بن فاران شبل المضمرين. حصد الأشواط الرئيسية مع طرب ومذهل. تهانينا والناموس للأدعم وعشاقه. المركز الثاني، 7 دقائق 36 ثانية، 30 جزءا من الثانية، مكرر لهجن ام الزبار عند سعد بن سالم الهول النعيمي. تهانينا والناموس. المركز الثالث منصف لهجن ام الزبار بقيادة المضمر محمد بن مخيت بن برقان. التوقيت الزمني 7 دقائق 37 ثانية، 90 جزءا من الثانية، وتوقيت صاحب المركز الثالث. تهانينا، تهانينا والناموس للأدعم وعشاقه على فوز وتحقيق طرب ومذهل بطل الأشواط.